باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. الإصحاح الثامن من سفر يهوديت، نقرأ بضع آيات بركتها على جميعنا، أمين. نقرأ من أول الإصحاح حتى آية 8. ولما سمعت هذا الكلام يهوديت الأرملة وهي بنت مراري ابن إيدوس ابن يوسف ابن عزية ابن ألاي ابن يمنور ابن جدعون ابن رفائيل ابن أحيطوب ابن ملكيا ابن عنان ابن نتنيا ابن شألتئيل ابن شمعون ابن رأوبين، وكان بعلها منسة وقد مات في أيام حصاد الشعير، لأنه كان يحث رابطي الحزم في الحقل، فصخد الحر رأسه فمات في بيت فلوي وقبر هناك مع أبائه. وكانت يهوديت قد بقيت أرملة منذ 3 سنين و6 أشهر، وكانت قد هيأت لها في أعلى بيتها غرفة سرايا، وكانت تقيم فيها مع جواريها وتغلقها، وكان على حقويها مسح، وكانت تصوم جميع أيام حياتها ما خلا السبوت ورؤوس الشهور وأعياد آل إسرائيل، وكانت جميلة المنظر جدا، وقد ترك لها بعلها ثروة واسعة وحشما كثيرين وأملاكا مملوءة بأسورة البقر وقطعان الغنم، وكانت لها شهرة بين جميع الناس من أجل أنها كانت تتقي الله. من أجل أنها كانت تتقي الرب جدا، ولم يكن أحد يقول عليها كلمة سوء. مجدا للثالوث الأقدس إلهنا دائما أبديا، آمين. في الآيات التي قرأت على مسامعكم في هذا المساء المبارك، وهي عن شخصية فريدة جدا في العهد القديم، شخصية عظيمة جدا وبحق، شخصية استطاعت أن تقدم شيء لله، شخصية عملاقة، شخصية روحانية، شخصية قدمت صوم وصلوات وأكثر من هذا لأجل الرب لا لأجل إنسان في كل الحياة على الأرض. مع أنه هناك بعض الأسماء لقديسين أيضا هم أجدادها، وحقا من له أب وجد قديس يسهل عليه أن يوجد في محيط يؤثر عليه بالقداسة وبالبر والصلاح. فنشأت يهوديت من سبط شمعون في وسط أسماء عديدة قرأناها كانت مكتوبة بالعبرية، إنما أغلبهم شجاع وقديس وعظيم ويتقي الله جدا في سائر الأمور في حياته، فهو نسب محترم ويشرف يهوديت إلى حد كبير جدا. لم يسلم الأمر ولم تسلم حياتها من حادثة مأساوية، فقد مات زوجها، وعلى ما يظهر أنه مات في سن صغيرة جدا، وترملت أثناء حصار وحروب، ترملت وتركت ما وراءها وما قدمها
وأصرت أن تحب الرب وتتمسك به. صاحبة القلب النقي التقي يهودت. عايز أتكلم النهاردة بعنوان حصار وحرية اختيار. حصار وحرية اختيار. أول كلمة هقولها نسب شريف. نسب شريف. لما نبدأ الكلام بأول آية في إصحاحنا النهاردة إصحاح 8، ولما سمعت هذا الكلام يهودت الأرملة. لما سمعت هذا الكلام، إيه هو الكلام؟ ودايما متعودين مع بعض على كده. لما أقرأ في النص إن بيقول لي بعد هذا لازم أعرف إيه هو الهذا ده. لما أقرأ في الكتاب إنه بيقول لي ولما سمعت هذا الكلام لازم أعرف إيه هو الكلام ده. الكلام اللي كان داير ابن إني واحد من قائد في جيوش نبوخذ نصر الملك اسمه أليفانا. الراجل ده كان عنيف جدا جدا، وكان الجيش قوي قوة غير عادية. فبدأوا مشيرين لي يقولوا له انزل بقى من فوق الجبال وحاصر مدينة فلوي علشان نقدر نهزم اليهود. وفلوي كلمة عبرية معناها مشهور. فلوي يعني مشهور. فطلع له واحد كده من تحت الأرض وراح قايل له يا ريس ولا الحصار ولا الجبال ولا التلال. قال له ما نعمل ايه؟ قال له انت بس تحصرهم بالمية، تقطع عنهم الايه؟ الينبوع بتاع المية اللي قدام بيت فلوي اللي معنى اسمه مشهور. ولما تحاصر المية هم يسلموا لك على طول كده ايه؟ من نفسهم. وقعدوا كم يوم في حالة من البؤس الشديد جدا جدا. يبقى ايه هو الكلام؟ لما سمعت هذا الكلام اللي هو كتير من اليهود متذمرين عمالين يقولوا احنا اللي جبناه لنفسنا، طب ما نسيب لهم المدينة وخلاص وامرنا لله، ما هم قطعوا علينا المية. وده الانسان اللي بيستسهل في الحياة الروحية، او بلاش الروحية اسميها الحياة مع ربنا. انت عايش مع ربنا هتلاقي حياتك استسهال انك تسلم للشيطان، ولا تلاقي حياتك فيها بعض الصعوبات فتشغل كده الفهامة وتبتدي تفكر وتطلب ان ربنا يلتفت الى معونتك. ده داود النبي كان يقول له اللهم التفت الى معونتي، يا رب أسرع وأعني. أطلع أنا في آخر الزمن بفهم أكتر من داود النبي؟ لا، في الضيق مهما كان الصبر يضيق، إنما أقول له رب من فضلك اديني المعونة والقوة إني أتصرف التصرف اللائق، حتى لو كان التصرف اللائق ضد نفسي. دي بداية أسرار الشخصية الروحية، إن دايما مش مشغول بروحه وبيلف حوالين نفسه. أمال مين محور ارتكازك؟ هو الرب بس، ربنا الواحد. كتير بقول في طقس القداس تلاقوا كل شوية الأب الكاهن يلف ويدور حوالين الإيه؟ المذبح. طب بيلف حوالين المذبح ليه ثلاث مرات وغيرها؟ مش عشان يدوخ روح، لا، ده بيلف حوالين المذبح علشان عايز يقول ده محور الارتكاز الوحيد. ولان ده محور الارتكاز الوحيد فاحنا ما نلفش حوالين حد تاني خالص غيره، هو الرب وما شاء يفعل. ولما سمعت هذا الكلام يهودت، ان بعض اليهود بدأوا يضعفوا ويقولوا طب ما كنا نسلم المدينة وإحنا نبقى معذورين كمان.
فبدأت تزعل وتحزن في نفسها جدا. وهتعرفوا ان الخلاص كان بسبب يهودت وصلواتها وتقواها وعظمة هذه الشخصية العملاقة جدا. ولما سمعت هذا الكلام يهودت الأرملة، عايز اجي عند كلمة الأرملة. طبعا انتوا عارفين ان كلمة يهودت كلمة عبرية معناها يهودية. فاكرين كلمة السامرية؟ اهدي شبهها كده، دي اسمها يهودية، يعني بتفتخر قوي يعني انها يهودية وسليلة الحسب والنسب. فبيقول لما سمعت هذا الكلام يهودت الأرملة، خل بالكم ان اللي كانت تترمل كان يجوز لها بحسب الشريعة انها تتجوز ايه؟ اخو جوزها، ويقيم لها نسل ويقيم لأخوه نسل وتستمر الحياة بهذا الشكل. لكن في حالة ان واحدة تقول لا انا عايز اعيش بتول بعد الترمل، اقول دي بقى قلبها مختلف وعقلها مختلف وشخصيتها مختلفة وبتختار الأصعب. لكن اللي بيختار الأصعب لأجل ربنا، ربنا حتما هيقويه ويسنده ويبارك حياته جدا. يهودت كلمة معناها يهودية، وهي من سبط شمعون. ممكن تقروا وتلاقوا ان بعض المفسرين بيقولوا انها من سبط رأوبين، يمكن بسبب مخلطة، يمكن بسبب حاجة زي كده، انما هي من سبط شمعون. والدليل على كده انها وقفت تصلي وركعت وسجدت وبدأت تصرخ، ويعني حزينة جدا على حال اليهود في الحصار، وراحت شقة كده الهدوم وورت لربنا، قالت له بص يا رب انا ما لابسة ايه، انا لابسة مسوح اللي هي حاجة خشنة زي يوحنا المعمدان وزي انبا بولا او السواح وغيرهم. بص يا رب عشان خاطر اللي انا عاملاه في نفسي ده يا رب والتذلل ده كله، ارجوك تنظر لينا. وهي بتقول له كده راحت محلفه تحليفه كده على المشي، قالت له عشان خاطر ابويا شمعون. يبقى هي من سبط مين؟ من سبط شمعون. طبعا ما تقراش اسم شمعون دلوقتي، انما شمعون وهو كلمة عبرية برضو معناها سماع أو واحد بيسمع كويس قوي يعني. وممكن السمع نترجمه للطاعة، يعني بيسمع ويطيع حاجة حلوة كده. فبتقول له يا رب علشان خاطر أبويا شمعون، وده جه في إصحاح 9:2. والحقيقة بدأت تقول بقية الأسماء بتوع جدودها، وهي بنت مراري، كلمة عبرية معناها مر. ابن إيدوس، إيدوس ما لقيت لهاش ترجمة. ابن يوسف، يوسف عبرية معناها يزيد. ابن عزية، وعزية من ضمن الأسماء برضو اللي معناها يهوى قوة أو قوة بس. وابن آلاي، وده الاسم المشهور بتاعه أليهو، تسمعوا في سفر أيوب مكتوب اسم إيه؟ أليهو. أليهو ده نفس الاسم اللي هو بتاع ألاي اللي مكتوبة قدامنا دلوقتي. ابن يمنور، ويمنور كلمة معناها نجاح تقريبا، معناها نجاح. ابن جدعون، وجدعون معناها قاطع بشدة، يعني راجل شديد البأس، عنيف حبتين. هي لما بتذكر أو لما بيتذكر في السفر بتاعها أسماء آبائها وأجدادها اللي هم فيهم الشجاع، زي بطرس مثلا الرسول ما كان مندفع كده، أو زي معنى اسم أندراوس، وده اسم معناه رجل شجاع. هي مش بتذكر الناس العنيفة علشان بتمدح العنف اللي هم فيها، لا، هي بتذكر الشجاعة اللي هم كانوا فيها.
يعني مثلا شمعون غضب هو ولاوي بسبب الاعتداء على اعتداء شكيم على أختهم، فغضب وعمل جرائم عنيفة جدا على كل المنطقة في تكوين 49، بس هي مذكور في نسبها بمعنى الشجاعة، لأن يهودت كانت امرأة شجاعة. في فرق بين بين الشجاعة وبين قلة الذوق، لأن في واحد يقول لك أنا شجاع ما بيهمنيش، أنا أقول للأعور أنت أعور في عينك، لا ده اسمه قلة ذوق. عيب إن الواحد يقول للأعور أنت أعور في عين، عيب كده، ما علمناش المسيح كده. إنما الشجاع إنه يطالب بالحق. من دقايق قلت لكم الحق أحق بأن يتبع، فلازم يبقى ماشي ورا الحق، وهو قال أنا هو الطريق والحق والحياة، فلازم نمشي في هذا الطريق. عزية قوة، ألاي أليهو، يم نور نجاح، جدعون قاطع بشدة، رافا ابن رفائيل، رفائيل معناها الله يشفي. فاكرين ملاك رفائيل لما ظهر لطوبيا، وإحنا النهاردة بنتكلم في الأصفار القانونية الثانية، سفر طوبيا منها وسفر يهوديت بعد سفر طوبيا. ابن أحيطوب، وده معنى اسمه، وهو هو نفس الاسم اللي سمعته قبل كده، أخي طوب، ده معناه أخ الطيبة، أخ الطيبة أو أخو الطيبة، يعني اسمه حلو ولو انه شبه الطوب كده، بس ايه اسمه، معناه اخو الطيبة. ابن ملكية، وملكية معناه يهوى يملك، يهوى يملك. ابن عنان، وعنان تتفهم بسهولة كده عشان ما ننساهوش، لما نطلق لأنفسنا العنان اللي هو ايه، سماء او سحابة، عنان كلمة معناها سحابة، حاجة مرتفعة سامية وعالية. ابن نتانيا، وده اسم يعني معناه قد أعطى يهوى، قد أعطى يهوى تقريبا برضو، لأن مش موجودة بسهولة في الترجمات. ابن شأل تقيل، ودي كلمة عبرية معناها سألت الله، سألت الله. خدوا بالكم كل الأسماء من أول أبونا آدم ليها معنى يدل على الحياة اللي هم فيها. آدم من قديم الأرض أخذ، قديم يعني تراب أحمر. حواء أم كل حي. قايين اقتنيت رجلاً. وأبناء آدم شوية منهم كده في البداية ترجمت اسمهم إن إنسان في حالة رديئة، لكن الرب المعلم سيظهر ويخلصه. ترجمت شوية أسماء كده من أولاد آدم ورا بعض يدولك الجملة دي، فمش مفيش أسماء ملهاش معنى. ابن رأوبين، ورأوبين كلمة معناها هوذا ابن، هوذا ابن. لما سمعت هذا الكلام يهوديت، ودي كانت إنسانة عظيمة جدا، اتذكر نسبها بسلسلة طويلة كده، كمية أسماء زي ما ترجمتها لكم وقلت لكم معناها، حوالي 15 جيل اتذكرت كل الأسماء دي. ليه؟ عشان إحنا يعني نتعلم عبري؟ أبداً مش ده الهدف، إنما عشان إيه؟ عشان اليهود كانوا متمسكين جداً جداً بأنسابهم، علشان منتظرين من نسب داود يجي مين؟ يجي للسيد المسيح. فالغاية ما تولد المسيح كانوا هم لسه بيحبوا قوي حكاية سلسلة الأنساب،
وتلاقي أول إصحاح في إنجيل ماري معلمنا متى كله سلسلة نسب المسيح، أسماء صعبة في النطق لأنها لغة عبرية، ولكن كلها معاني وكلها حاجات مقصودة، مفيهاش حاجة أبدا ملهاش معنى. عايز أقول كلمة تاني، بعد نسب شريف الناس دي كانوا قديسين، كان في منهم ناس شجاعة وكان في منهم ناس تغيير غيرة، نسميها غيرة للرب، مش غيرة عشان الواحد يعني عنده غيرة، لا، غيرة للرب، لأن كل عمل صالح نعمله إن كان لمجد بعض الناس أو لمجد أنفسنا، أقول لكم دي اسمها شوية أخلاق حلوة، والأخلاق ما توصلش السماء، إنما اللي وصل السماء إن كل شيء نعمله لأجل الله نفسه، لأجل مجده، علشان خاطره هو. ليه؟ لأنه يستحق. فنوع من أنواع رد الجميل إن كل شيء أبذل فيه مجهود علشانه هو، عايز أفرح قلب أبويا السماوي بيا، ليكن ده الهدف. واجتهدوا يا أحبائي كل يوم أن تكونوا شخصيات متميزة في المدينة السماوية، إنما ترضى بقليلك هنا وتكتفي وتقول أنا رجل صالح، أنا جود مان، لا، الكلام ده ما ينفعش على المستوى السماوي الروحي. أنت تكون راجل كافي خيرك شرك أو رجل صالح على عيني وعلى راسي، لكن غير المؤمنين أيضا واللي ما تولدوش الولادة التانية عشان صاحب السؤال، أقول برضو هذا الشخص عنده أعمال صالحة بيعملها. أما الكتاب فبيقول لنا لا بأعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا. طب ليه؟ لألا يفتخر أحد، عشان ما حدش يقول أنا قدرت أوصل للخلاص، أنا قدرت أكون كويس، أنا قدرت أوصل السماء بمجهودي وذكائي الإنساني البشري الفلسفي. مفيش كده في حياتنا المسيحية. نسب شريف، تاني كلمة هقولها، حادث أسيف. يبقى نسب شريف وحادث أسيف. آية 2 بتقول وكان بعلها، بعلها يعني زوجها، منسى وقد مات في أيام حصاد الشعير. طبعا كلمة منسى عبرية معناها من ينسى، حطوا تحتها كم خط كده على الماشي، من ينسى الإساءة، إنسان عظيم وكريم، من ينسى الماضي المؤسف مع الخطية ويمتد إلى ما هو قدام، هو رجل عاقل وإنسان صالح وروحي. من ينسى، حطوا تحتها كذا خط، وكل خط حطوا عنوان على مزاجكم لما تروحوا البيت، بس من ينسى؟ ده احنا مشكلتنا السودة اليومين دول محدش بينسى، محدش بينسى للتاني حاجة، مع ان جيد ان سمي الانسان انسان لانه كثير النسيان. فمنسى كلمة معناها من ينسى، انسى اللي زعلك وانسى اللي ضايقك وانسى اللي بتزعلك وانسى الفساد وانسى كل حاجة مؤسفة ومحزنة. صدقوني قابلت راجل كبير في مرة بتكلم معاه كده، فقلت له يعني ده في النشرة بتاعت الأخبار بيقولوا كذا كذا حاجة، يعني ربنا يلطف. قال لي في نشرة الأخبار؟ قلت له آه. سمعت الخبر ده؟ قال لي لا ما سمعتوش. قلت له طب ليه؟ قال لي أصل أنا بقالي كذا سنة ما بسمعش غير الحاجات الروحية. إيه بقى الجمال ده؟ رجل حكيم صالح طيب قلبه نقي، رجل عينه على السماء، ودايما اللي عينه على السماء هيوصل السماء،
هو انتوا تفتكروا ان في حد بيفكر في ربنا وربنا ما بيفكرش فيه؟ ما فيش كده. ليكن فيكم فكر المسيح. فبيقول اني منسة كان بعلها منسة وقد مات في ايام حصاد الشعير. في ايام حصاد الشعير بالمناسبة، يعني الشعير شفنا لما السيد المسيح عمل معجزة ايه؟ اشباع الجموع من ارغفة الشعير. ارغفة الشعير دي كانت مع ولد فقير، لان الاغنياء بيعملوا العيش البلدي اللي هو بايه؟ بالقمح. انما الشعير ده خبز الفقير. فبيقول في وقت حصاد الشعير، وقت الحصاد بيبقى كل انسان منتظر انه يرجع بالحصاد فرحان. وكان كتير جدا اليهود زمان في العهد القديم كانوا يروحوا واخدين المحصول ويرجعوا فرحانين بالمحصول اكتر من انه يرجعوا فرحانين بفلوس. لما دخلت الفلوس العيشة بقت نكد. انما زمان لما كانت الناس اللي محتاج حاجة يبدلها مع التاني. انما اول ما بقى في عملة قال الرب يسوع: لا يستطيع احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب احدهم ويبغض الاخر. لا يستطيع احد ان يعبد الله والمال في نفس الوقت. كان بعلها منسة وقد مات في ايام حصاد الشعير، يا فرحة ما تمت. ده مش بس مش هيرجع بالمحصول وفرحانة ويقبض فلوس كتير والكلام ده كله، لا، ده مات. عشان نلاحظ الحتة دي قوي، مات وهو شغال، يعني في عز شرف اي رجل. الرجل العاطل بيبقى حاجة كده عبء على قلب مراته. انما لما يقول انه مات في وقت حصاد الشعير، وهتعرفوا انه كان جوه الغيط كمان ساعتها. في وقت حصاد الشعير كان الرجل بيشتغل. بيقولوا القديسين في اقوالهم: جيد للانسان ان يموت في الجهاد، خير منه ان يستسهل الخطيه. يعني انك تموت وانت لسه بتجاهد احسن بكتير من انك تقول لا، ما هو انا تعبت بقى ومش قادر اعمل احسن من كده وانا فاشل. وفر كلامك يا ابونا لحد يجي منه، وكلام زي اللي بنقوله كتير لكتير من الناس. انما ده كان انسان عارف هو بيعمل ايه. كتير بنطلع كده في حياتنا نبص نلاقي ناس عمالة تنجح وطالعين بسرعة الصاروخ، وعمال ربنا يوفقهم، وفي نفس الوقت تلاقي واحد قاعد كده عمال يقول يا ابونا مش عارف ربنا يعني ناسيني ليه، مش عارف ربنا ما بيجيش ناحيتي، مش عارف ربنا انتحر اموت روحي اعمل ايه في نفسي. في نفس الوقت في ناس عماله تنجح بسرعه الصاروخ. طب ليه ما بنبصش على القدوه الناجحه اللي عينك هتقع عليه هو اللي هتوصل له؟ والانسان يا احبائي يعيش ما يفكر فيه. نشأت يهوديت من نسل أبرار، ابتداء من جدها شمعون. طلعت لقت نفسها إيه؟ تعرف ربنا بمعنى الكلمة في كل التفاصيل بتاعة الحياة. إحنا بنعيش اللي أهالينا عايشينه مش اللي أهالينا عايزينه. فإن كان الحال بالشكل ده يبقى لازم الإنسان يبقى متفائل جداً. حصل اني جوزها في وقت ايام حصاد الشعير، لانه كان يحس رابط الحزم في الحقل، كان بيشجع الصبيان الصغيرين انهم يحصدوا الشعير وما يتعبوش، ما يقولوش الدنيا حر، ما يقولوش المحصول كبير، ما يقولوش نستريح النهاردة، ما يقولوش نروح بدري. كان عمال يحسهم ويشجعهم
آدي كان هذا الرجل البار التقي، لأنه كان يحس رابط الحزم في الحقل، فصخد الحر رأسه. صخد اللي هي جاية من الصهد، يعني الشمس الحامية، لأن وقت حصاد الشعير عند اليهود كان في شهر مايو، فده غالبا بيبقى حر جدا عندهم. فصخد الحر، يعني الصهد بتاع الشمس ضرب في دماغه تمام، زي ابن الأرملة الشونامية اللي شفاه من الموت، لأن كانت ضربة الشمس في ذلك الزمان ما كانش ليها علاج، فكان اللي ياخدها كده زي زمان كان اللي ياخد بالهريسيا الكبد بيتهري وبيموت، إنما دلوقتي برشمتين تقريبا أو أربعة ياخدهم ويبقى مشفي تماما. وهكذا دي ضربة شمس أخدها البار منسى ومات في أيام حصاد الشعير، ساعة ما كان بيحس رابط الحزن في الحقل، ومات في بيت فلوي. وفلوي كلمة معناها مشهور، وقبر هناك مع آبائه، ما يؤكد أنه كان إنسان قديس، أنه مات في مدافن آبائه وأجداده، زي نبوت اليزرعيلي ما كان متمسك بكرم آبائه وأجداده. عايز أقول إذا كان الإنسان في حياته هنا على الأرض إيجابي ونشيط وشغال زي منسى، هيبقى مشغول وبينسى، بينسى الإساءة ومشغول بالحاجات الإيجابية اللي بتدفعه للأمام. أما إني أشوف ناس، يعني شوفوا مثلا غاندي الزعيم الهندي يقول إذا أردت أن يتغير العالم من حولك ابدأ أولا بتغيير نفسك. وأنا حاطط كلمة قدامي على المكتب في البيت مكتوب فيها، ودي كان قالها تولستوي ده كاتب روسي، مكتوب فيها جميع الناس مشغولين بتغيير أنفسهم ولا أحد ينشغل بتغيير نفسه. ناس عمالة تفكر وتكتب وتقول عايزة تغير شخصيتها، عايزة تغير حياتها، عايزة تغير المجتمع، بس عشان تغير أكتر من نفسك لازم تبدأ بتغيير نفسك. عشان تغير نفسك تقول له يا رب غيرني الأول. في مرة من المرات أذكر أني كان في إنسان عايش في بيت، يعني اللي بنسميه فيلا، وهو في البيت بتاعه طلعت في دماغه في يوم قال أنا هروح أجيب صديقي الصدوق ده اللي هو بيشتغل في الدعاية والإعلان، هقول له بص أنا عايز أبيع البيت ده، أنا زهقت من البيت ده ومش هو البيت اللي أنا يعني أبقى سعيد فيه وزهقت بقى. فجاب صديقه وقال له عايز تعمل إيه؟ قال له أنا عايز تعمل لي إعلان يخلي البيت ده يتباع بسرعة بقى واخد القرشين بتوعه أشتري بيت أحسن منه. قال له طيب حاضر قل لي كده مواصفات بيتك. فعاد يقول له بيت كبير. قال له ماشي اكتب بيت كبير. فضل يكتب وراه ايه كمان مواصفات بيتك؟ فيه جنينه. قال ماشي تمام فيه حديقه كبيره جميل. قال له كمان فيه حمام سباحه. قال له كمان فيه نخل بيطلع بلح. قال له كمان فيه اشجار مثمره. قال له كمان الشمس بتبقى موجوده فيه. قال له كمان الجو بتاعه صحي. قال له كمان المكان بتاعه قريب جدا من كل حاجة في الحياة وفي المدينة. قال له طيب تمام خالص. فبدأ الراجل المتخصص إعلانات يكتب المواصفات دي. هذا البيت نريد بيعه، مواصفاته كالآتي:
بيت كبير الشمس بتدخله، فيه حمام سباحة، فيه حديقة كبيرة قريب من كل حتة في المدينة. فقال له طب وريني بقى الإعلان بعد ما جهزته. قال له بص بقى أنا عامل لك الإعلان برسمة جميلة بكتابة عريضة وحاجة يعني تخلي البيت ده يتباع في يوم. فبص كده قال له أنت الإعلان ده بتاع بيتي أنا؟ قال له أيوة. فيه إيه؟ قال له يا أخي ده ما فيش أجمل من كده، إلغي الإعلان ده، أنا طول السنين اللي فاتت دي مانيش دريان إن أنا عايش في أعظم بيت وأجمل حاجة خالص، ده أنا ربنا مديني وزيادة، إزاي بيت بالمواصفات الجميلة اللي في الإعلان دي أبيعه؟ مش ممكن. معنى الكلام إيه؟ في ناس في إيديها نعمة، وما علينا غير جملة واحدة بقولها كتير، نصون النعمة. شاف حمات سمعان فقامت وصارت تخدمهم، قامت تصون النعمة. بالنعمة أنتم مخلصون وذلك بالإيمان، ليس منكم هو عطية الله. أنا بتكلم بعنوان حصار وحرية اختيار، قلت نسب شريف وحادث أسيف. آخر كلمة هقولها قلب نظيف، قلب نظيف. من آية 4 اسمعوا الكلام بيقول: وكانت يهوديت قد بقيت أرملة منذ 3 سنين و6 أشهر. لازم نراجع مع بعض حاجة في الكتاب المقدس. هو حضراتكم سمعتوا 3 سنين ونص قبل كده في الكتاب المقدس؟ سمعناها في العهد القديم أيام إيليا النبي لما رفع إيديه وقال إن السماء ما تمطرش إلا عند قولي، فقعدت السماء مش راضية تمطر كام؟ 3 سنين و6 أشهر. طيب في العهد الجديد كلام عن 3 سنين ونص؟ الشاطر بقى يجاوب كده. العائلة المقدسة دي مش مكتوبة في الكتاب المقدس، ال3 سنين ونص بتاعت رحلتهم لمصر مش مكتوبة، هم قالوا انه هربوا لمصر لكن كام مش مكتوب. 3 سنين ونص. اللي رفع ايده هناك، عمر وخدمة الرب يسوع المسيح على الارض. تمام، هي دي برضو مش مكتوبة الكام سنة دول، بس احنا عارفين. عايز اقول في سفر الرؤية، انا سمعت حد دلوقتي قال في سفر الرؤية الضيقة العظيمة 3 سنين ونص، ودي تقليد لحياة السيد المسيح وخدمته اللي كانت 3 سنين ونص. خدمة المسيح كانت 3 سنين ونص، والشيطان هيحاول يجرب انه يقلد المسيح، فهيشتغل 3 سنين ونص برضه في اخر الزمن في علامات المجيء الثاني، وهتبقى علامات صعبة اتقال عنها لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. 3 سنين ونص بيعبروا عن الضيقة العظيمة، وفي العهد القديم 3 سنين ونص كان فيهم المطرة ممنوع نزولها. أفهم من كده إيه؟ رقم 3 ونص، 3 سنين ونص رمز مهم جدا للضيقة المؤقتة. هجيبها لكم دي في المسابقة، هجيب السؤال ده. رمز للضيقة المؤقتة، وبعد الضيقة المؤقتة، لأن بنقول مؤقتة يبقى تنتهي الضيقة، يبقى بعدها إيه؟ الفرج. فهنا بيقول كانت مترملة 3 سنين ونص. طيب بعد كده يعني هي جوزت هو ده الفرج؟ قال لا، ما كانش فكرها مشغول بهذا الفرج. امال كان ايه فرج الله اللي نزل عليها؟ ده نزل عليه وعلى اليهود، لان الست دي كانت من شده عظمتها ونقاوه قلبها النظيف، اقول كانت عايشه في وسط يستحق الطوفان.
في وسط بيئة شريرة تستحق النار والكبريت. فين؟ كانت عايشة في السامرة فوق في مملكة الشمال. انتوا عارفين ان اسرائيل اتقسمت نصين، بقى مملكة الشمال ومملكة اليهود الجنوب، ومملكة الجنوب فيها اورشليم، فهي ما كانتش عايشة جنب الهيكل. ولا لما فكرت انها ما تتجوز وتعيش ارملة الثلاث سنين ونص دولت، فكرت تروح تسكن في الهيكل او تقعد في الهيكل شوية، ما فكرتش. لكن كانت عايشة في وسط ناس انتشر عندهم عبادة الأوثان السامرة، علشان كده اليهود كانوا لا يعاملون السامريين. وحصل انها في وسط هذا المجتمع الفاسد. ودايما بقول يا احبائي، المحيط بي يؤثر عليا. وفرت لنفسي جو يساعدني على التوبة هتوب، وفرت لنفسي جو يساعدني على الخطية هخطي. وأنت بلا عذر أيها الإنسان. فهي كانت مصرة تعيش في نفس المجتمع الفاسد ده، في وسط إيه؟ ناس بتعبد الأوثان. طب هي تغيرت أبدا من ناحية ربنا؟ ما تغيرتش من ناحية ربنا. قلبها النظيف فضل نظيف. هو ده الإنسان القوي روحيا، أو هي دي الحياة المتجهة نحو الهدف الواحد. أرجع لعروس النشيد. أول كلمة قالتها عروس النشيد في أول السفر خالص، قالت ليقبلني بقبلات فمه لأنك حبك أطيب من الخمر. هي بتكلم العريس الوحيد، أصل الهدف وحيد، هي النفس البشرية بالجمع، هي النفوس، يعني الكنيسة بتكلم الحبيب يسوع، فبتقول له ليقبلني. بس هو لوحده، مش أي واحد ماشي في الشارع، لا، ده بتقول ليقبلني هو الوحيد الرب يسوع. طبعا لما نيجي نقول طب تقبل الرب يسوع ازاي، شوف نفسك كده وانت بتتناول، مش بتقفل شفايفك دي على جسد الرب ودمه؟ وبعضكم احيانا يروح بايس ومقبل الجسد قبل ما يتناوله ويمضغه. ليقبلني بقبلات فمه. فترة الثلاث سنين ونص هي فترة بنفهم منها إنها ضيقة مؤقتة. بعديها فرحت يهودت بخلاص الله على إيديها لكل شعبها. مات أليفانا قائد جيش نبوخذ نصر، واتهزم كل جيشه. وهم أساسا في الوقت ده، في وقت الحصار على المية، كان كل فكرهم في حاجة واحدة بس، عمالين يقولوا لا مستحيل، ده بص الجيوش بتاعتهم قد ايه، ده عددهم كبير جدا، ما نقدرش احنا على كده، نسلم لهم احسن البلد. ده الفكر بتاع المقاسات المعتادة للعقل البشري. انما دايما التعاملات الالهية مش على مقاس العقل البشري. ولكن ايه اللي بيخلي التدخلات الإلهية تيجي؟ أقول شوفوا بقى بقيت قصة حياتها. كانت يهودت قد بقيت أرملة منذ 3 سنين و6 أشهر، وكانت قد هيأت لها في أعلى بيتها غرفة سرية، وكانت تقيم فيها مع جواريها وتغلقها. يا أحبائي، زي ما بيقولوا كده الإنجليز، نرفع القبعة لهذه المرأة، زي المرأة اللي كسرت قارورة الطيب النردين الخالص كثير الثمن، زيها وزي مريم أخت العازر ومرسى وغيرهم وغيرهم. إنما أرفع القبعة تحية ليها. ليه؟ شوفوا الكلام بيقول إيه. بيقول إنها هيأت لنفسها أوضة، عايزة تعمل خلوة روحية، وكانت تقيم فيها مع جواريها
وتغلقها. لما عروس النشيد، ارجع لها تاني، كلمت الرب يسوع، قالت له ايه؟ قالت له اجذبني وراءك فنجري بالجمع. هو المفروض النص كان يبقى ايه؟ بالمفرد. اجذبني وراءك فاجري انا، ماليش دعوه بغيري، اللي يجري يجري واللي ما يجريش وراك عنه ما جري. ما قالتش كده، دي سمات واسرار الروحيين، اسرار الروحيين. سر من ضمن الاسرار الخلوه في حياه يهوديت. السر الثاني اقول انها خدت معاها ناس كتير، مش عايزه تعبد ربنا لوحدها، عايزه الناس كلها تذوق وتنظر ما اطيب الرب. انما واحد يحب ربنا لوحده، يعني دي في الرهبنه تجوز. انما لما تقعدوا مع بعض ما بتتكلموش ليه مع بعض عنه. قديسين في اقوالهم يقولوا لو قعدتوا تتسهروا كده مع بعض بس وانتوا بتتكلموا عنه، تعادل الوقفه في الصلاه او في الخدمه. تخيلوا لما تقعدوا تتسهروا مع بعض عن يسوع، دي زي كانكم واقفين تصلوا بالظبط. طب هو في ناس ما بتصليش؟ اقول ما تعدوش وما تعديش، انما لما تتكلموا عنه كانكم بتصلوا بالظبط. اكمل بقيه حياتها، وخدت جواريها وعلمتهم يصلوا ازاي، وحته في اعلى بيتها. لازم يا احبائي نعلى شوي، اللي عايز يبقى مع ربنا ويوصل للسماء ويطمن على مستقبله الابدي لازم يعلى شوي. انت طول عمرك قاعد في هذا الجبل، لا، قوم بقى من هذا المكان، ارفع نفسك شويه لفوق، وفي اعلى مكان في بيتك ابتدي ارفع قلبك لربنا واتكلم معاه، وهو لو تأنى يستجيب. وكان على حقويها، حقويها يعني على وسطها، مسح، مسح اللي هي حاجات خشنة زي اللي كان بيعمله يوحنا المعمدان كده. وكانت تصوم جميع أيام حياتها، ما خلا السبوت ورؤوس الشهور وأعياد آل إسرائيل. كانت بتعمل إيه؟ كانت بتصوم كل أيام حياتها، بتصوم. ما بتفكرش هو النهاردة الأربع ولا الجمعة، ما بتفكرش، لأنها صايمة كل الأيام. قبل كده راهب كبير في السن تقابل مع راهب صغير، فالراهب الصغير عايز يتعلم حاجة، قال له يا ابونا لو سمحت ما تقول لي كلمة منفعة، بس هسألك سؤال، هو الصوم الكبير بيبدأ إمتى؟ طبعا عايزه يجيبها له تاريخيا ويقول له ده مش عارف في القرن الكام وقبل كده القديس خريستوزولوس وحاجات زي كده. إنما قال له صدقني يا ابني أنا معرفش الصوم الكبير بيبدأ إمتى. قال له إزاي يا أبونا مش معقول؟ قال له أنا ليا 50 سنة هنا في الدير معرفش الصوم الكبير بيبدأ إمتى. قال له إزاي؟ قال له أصل أنا بصوم الأيام كلها، الصوم الكبير عندي كل السنة، أنا ما بفطرش. فهو فوق القانون أساسا، فبالنسبة له القانون يبقى حاجة صغيرة قوي. لكن الصوم ما بيفرضش على ربنا استجابة، ولا الصلاة بتفرض على ربنا استجابة، إنما استجابة صلواتنا تحدث أثناء الصلاة، إن كانت الصلوات صلوات روحية وصالحة. لكن الصوم صومه لدرجة الصوم المقبول، ما ترضاش بأقل كده، صومه لدرجة الصوم المقبول، صلوا لدرجة الصلاة المستجابة. إنما الاتنين ما بيفرضوش على ربنا استجابة أو أي حاجة خالص. كان على حقويها مسح، وكانت تصوم جميع أيام حياتها. في الإصحاح التاسع هتعرفوا أن المسح أو الحاجات الخشن ده
كان على نص جسمها بس كملابس داخلية. تخيلوا هذه المرأة العظيمة قد إيه اللي جواها المستخبي عن العين، ده نجاح روحي، والنجاح كتير ممكن يبقى مستخبي مش باين. فدي كانت ملابس داخلية بتذل نفسها بيها. جميع أيام حياتها ما خلى السبوت، طبعا لأن السبت يعني أذكر يوم السبت لتقدسه، ورؤوس الشهور دي كانت أعياد عند اليهود وأعياد آل إسرائيل كلها، وكانت جميلة المنظر جدا بصراحة. أي بنت جميلة اليومين دول بيتقال عنها مثل واحد بس، خطبوها اتعززت، مش كده برضو؟ تلاقوا ايه، تحط رجل على رجل كده وتقول ده انا هنقل العريس بتاع التجمع الخامس، انما مش اقل من كده. انما دي يقول لك كانت جميلة المنظر جدا، وقد ترك لها بعلها ثروة واسعة وحشما كثيرين واملاكا مملوءة بأسورة البقر وقطعان الغنم. يمكن مقصود بأسورة البقر بعض النقوش أو الرسومات، إنما أنا لقيت الكلمة بتاعت أسورة البقر دي في اللغة، في الترجمة من اللغة اليونانية اللي مترجمة من اللغة السبعينية، إن كان سايب لها بقر وغنم كتير، فكده يبقى ريحنا دماغنا من يعني ايه كلمة أسورة البقر وقطعان الغنم. وكانت لها شهرة بين جميع الناس، دي مش بس جميلة وغنية جدا وجوزها سايب لها المال والجمال، لا ده كمان مشهورة بين الناس، ده في ناس بتبيع نفسها عشان تبقى مشهورة، انما دي كانت مشهورة لانها امرأة تقية نظيفة القلب جدا. عايزين تعرفوا القلب بينضف ازاي؟ القلب بينضف اثناء الصلاة. اقولها بطريقة تانية عشان تفهموا اكتر، لو واحد مش مواظب على الصلاة ما تسألونيش عن مدى نظافة قلبه او قلبها، انما طول ما في مواظبة على الصلاة، طول ما القلب عمال ينضف ويتغسل. فاكرين القصة بتاعت الراهب اللي قال لتلميذه روح يا ابني حط السبت ده في المية املاه وتعالى، فالراهب الصغير يروح له يقول له السبت اهو حطيته في المية، خر المية كلها، دلقها كلها، قال له معلش بس اسمع الكلام، كل يوم يروح يملى السبت المخرم مية، يحصل ايه؟ المية تنزل تاني. فراح قال له بصراحة ابونا انا مش فاهم ايه اللي انت بتعمله معايا ده، قال له يا ابني بص جوه قلب السبت ايه اللي حصل له، اللي حصل له انه من كتر ما بتحطه في المية حصل له ايه؟ نضف نضف. انما هو هيملى مية، دي مش هي المقصودة ابدا. كانت جميلة المنظر جدا، وقد ترك لها بعلها ثروة طائلة، وكانت لها شهرة بين جميع الناس من أجل أنها كانت تتقي الرب. يا أحبائي أفكركم لمرة كمان، أول ما ترسمت كاهن سنة 2000 رحت دير الأنبا برسوم، وقابلتني واحدة ست تقية نقية قلبها نظيف، فكلمتني كلام روحي حلو قوي مشجع. قلت لها طب حضرتك اسمك ايه؟ او لما اجي انده عليك اقول لك يا مين او يا ام مين؟ قالت لي مش مهم انا مين، المهم هو عارفني، المهم هو عارفني. درس درس بدري بدري كده من اول الكهنوت. فدي كانت شهرتها بسبب انها تتقي الرب جدا، ولم يكن أحد يقول عليها كلمة سوء. أقولها باختصار، مش عايز حد يجيب سيرتك ويدوس لك على طرف ويجيب سيرتك بأي سوء، خليك صاحب قلب نظيف
بيقول واحد من الشعراء: الصدق فأقوى لنا أقوى لنا، والكذب فأفعى لنا أفعى لنا. فإن كنا عايزين قلب نضيف يبقى الصدق في قلوبنا دايما وباستمرار، إن كنا عايزين نفرح قلب القدوس لازم نبقى عاملين زي يهودة كانت في وسط السامرة وعبادة الأوثان متمسكة بالرب. قول ورايا العبارة دي: أنا لست متعصبا لكني متمسكا. مرة تاني: أنا لست متعصبا. نقولها مرة مع بعض: أنا لست متعصبا لكني متمسكا. في أي أجواء، في أي أحوال، امسكوا فيه وقولوا له: ملناش غيرك، أنت إلهنا الحي، بنترجاك. القديس فيلوكسينوس قال كلمة جميلة هختم بيها: على أي شيء يحزن الذي قطع عنه كل الأشياء وتركها. دي ثابت الغنى، ثابت الجمال، ثابت الشهرة، ثابت كل حاجة، ومسكت بس في الرب يسوع زي اللي كانت نزفة الدم فاستحقت بجدارة إن يقول: قوة خرجت مني ليها. ربنا يديني ويديكم نتشبه ونتمثل بمثل هذه القديسة يهودت، وبمثل حنة النبية، وبمثل القديسة دميانة والأربعين عذارى. ربنا يديني ويديكم ليه المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.